الآن هناك قمع عنيف وهناك قنابل غازية بصورة مكثفة بصورة مكثفة تم إطلاقها نحو الشبان الفلسطينيين لقمعهم وأبعادهم محيط سجن عوفر الذي يقع غرب مدينة رام الله. في هذه الأثناء الجيش والقوات الإسرائيلية تحاول إبعاد كل الفلسطينيين الذين تقدموا لاستقبال الأسيرات والأطفال القاصرين الذين كانوا أسرى داخل السجون الإسرائيلية. من المقرر أن يتم نقلهم بعد قليل عن طريق حافلة للصليب الأحمر الأحمر، وبعد ذلك سيتم إرسال كل إلى مدينته. ولكن حجم القمع كبير جدا، هناك عشرات الإصابات سجلت بالاختناق، وهناك حالة من القمع والهروب السريع لأعداد كبيرة من الشبان الفلسطينيين التي نشاهدها أمامكم الآن مباشرة هذه الصور. لكن الشبان الآن عادوا مرة أخرى بعد أن تراجع الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات إلى مسافة أبعد، ولكن لازلنا نشهد ونلحظ ونرقب الصورة عن قريب. هذه تجدد أيضا لإطلاق القنابل الغازية صوب الشبان الفلسطينيين بعد لحظات من المقرر حسب ما أفدنا أن يتم إطلاق سراح كافة الأسيرات، 39 أسيرة بالإضافة إلى عدد من الأطفال. هذا قمع أيضا باتجاه المنطقة القريبة من بلدة بتونيا، يتم إطلاق قنابل غازية تجاه من تجمع واحتشد ليرقب ويشاهد المشهد. لا تريد قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي مظاهر فلسطينية تراها في الشارع، حتى أيضا يعني وصل الحال بها إلى منع أي من الاحتفالات أو مراسم الاستقبال الفلسطينية، أعلام فلسطين وإضافة إلى علم حركة المقاومة الإسلامية حماس الآن في وسط هذا الجمع، جمع الفلسطينيين الذين يعني يستقبلون أو يعني يحاولون الوصول إلى أقرب نقطة لاستقبال الأسيرات. هناك أيضا كما ذكرت يارا حالات من الإصابات الكثيرة بحالات اختناق نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع. طواقم الإسعاف أيضا تحاول الوصول إلى عدد من الإصابات في هذه اللحظات أمامنا مباشرة، وأيضا يعني الجيش عاد مرة أخرى وتقدم وسط يعني كر وفر بين الشبان الفلسطينيين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت هناك شروط وضعت بعدم الاحتفال أو أي إبداء أي مظاهر استقبال كما تحددها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الذين يعني يقومون بالاستقبال بصورة واضحة. ولكن بكل الأحوال يرى أستطيع التأكيد بأن الأمور في منطقة سجن عوفر الآن يرى الأسرى خرج الأسرى الآن في هذه اللحظات، خرج الأسرى في هذه اللحظات كما نشاهد أمامنا مباشرة في هذه الصورة حافلة للصليب الأحمر تقلهم، وخرجت من سجن عوفر الآن تقل 39 أسيرة وطفل فلسطيني وسط يعني نستمع إلى الهتافات وسط التصفير وسط التكبير لاستقبال هؤلاء الأسرى الفلسطينيين أو الأسيرات الفلسطينيات. أيضا هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا طائرة درون تحلق في السماء لمراقبة المشهد وخشية الإسرائيليين وأيضا عدم الوصول إلى يعني أي مظاهر. لكن في هذه اللحظات مركبات الإسعاف تتقدم، أيضا الأسرى الفلسطينيين الأسيرات الفلسطينيات وحالة الترقب الآن وأيضا وصول الفلسطينيين إلى أقرب نقطة عند حاجز عوفر أو سجن عوفر الإسرائيلي. الحافلة الآن انطلقت فعليا وهي أمامنا مباشرة طبعا الوصول إلى ربما بلدية بتونيا، وبعد ذلك سيسار إلى
سيصار إلى أخذهم لربما إجراء علاجات ميدانية لهم لهؤلاء الأسرى وإجراء فحوصات ميدانية حتى يتأكدوا من كل شيء طبيعي. ولكن الأسرى أو الأسيرات الذين تم إعلان أسمائهم فعليا، هذه مظاهر الاحتفال بدأت للفلسطينيين بإلقاء كم من الفتشات على يعني على عند للحاجز، وسط أيضا حالة استنفار كبيرة جدا. لا تريد إسرائيل يرى هذه المظاهر على وجه التحديد وعلى الإطلاق، لا يراد بأن يكون هناك احتفال أو أي إنجاز يصنف بأنه إنجاز للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بأنها تمكنت من تحرير الأسيرات. 39 أسيرة تم تحريرهم، وأيضا الأطفال القاصرين ضمن الدفعة الأولى واليوم الأول من الإفراج. الأهل هنا يعني حالة الفرح تبدو جلية وظاهرة، هناك من أتى حتى من مدينة القدس ليحتفل ويقول بأنه يريد أن يشاهد لحظة انتصار وليس لحظة انكسار. هناك لحظات يعني يريد المواطن الفلسطيني أن يشاهدها بأنها تسجل في التاريخ. الحافلة التي أمامنا هذه والتي نشاهدها الآن هي حافلة للصليب الأحمر، تقل عدد من الأسيرات الفلسطينيات إضافة إلى ربما حافلات أخرى ستقل عدد آخر. لكن الجيش في هذه اللحظات عقب إطلاق الفتشات والألعاب النارية يقوم بدفعة جديدة من القنابل الغازية وإلقاء القنابل الغازية حتى يتم منع أي مظاهر احتفالية. كل ذلك ربما ينظر إليه الفلسطينيون بالصفقة الكبرى والصفقة الأكبر بتبييض السجون الإسرائيلية، خصوصا يرى بأننا نتحدث عن عدد كبير من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وصل إلى أكثر من 7,000 أسير فلسطيني مع الأسرى الذين تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية. أكثر من 3,000 حالة اعتقال، أكثر من 1,400 حالة اعتقال إداري تم تسجيلها ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر بشكل إداري، وهذا الاعتقال دون تهمة. الاعتقالات الأخيرة شملت عدد كبير من الفلسطينيين، من الصحفيين، من نواب المجلس التشريعي، من قيادات كانت محسوبة على حركة حماس، أو حتى ربما يعني نشطاء فلسطينيين يرفضون ويقاومون الاحتلال، إضافة إلى من كان يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نعود للتذكير بهذه المشاهد التي أمامنا، هذه الحافلة يرى للصليب الأحمر الدولي منهن أمهات اليوم. نعم. سيتمكننا